درت هكا كيف تسافر، درت فيهم حركة وبقيتني نقولي لي عاودت الا سلكتني يا ربي القران اللي حفظناه كامل عرضناه. جا خونا قالنا ما تدخلوش هاد الطياره، ما غاديش تطلعوا لها. هاي ديما هاي هلو، كنساو السلام عليكم، غادي نبقاو نقولوا السلام عليكم. فكروني باش نبقى نقول السلام عليكم في فيديو جديده اليوم ديال هاد الفورما جديده ديال تشيت شات، كما قلنا الاخذ والعطاء كما كنقولوا كل مره موضوع جديد. المهم موضوع ديالنا اليوم هو اول مره ركبت في الطياره. غادي نعاود لكم على اول مره ركبت في الطياره. انا انسانه كتخاف من الطياره، مهم كنت، دابا وليت صغير تصيفطوني للمطار وما وخليوني تما وما نرجعش للدار. اكفاس حاجه عندي هي من نكون موليه نمشي بلاصه موليه للدار راجعه من المطار ما كنحملش راسي. المهم في 2017 يمكن في شهر 3 كانت اول مره غادي نركب في الطياره. جاتني واحد التسافيره للفين، اول دوله غادي نسافر عليها برا المغرب هي الكويت. انا انسانه كيما قلت لكم كنت قبل 2017 ما كان بغيش نسافر في الطياره، ديما كان بغي نسافر ولكن خصني نسافر بشي حاجه اللي من غير الطياره، لان الطياره ديما كان عندي دوك التخيلات. كنت تفرج داك فاينل ديستنيشن ما عرفوش الزوج ولا الثالث، المهم قديم صافي من تما انا والطياره اعداء، ما كنتخيلش راسي راكبه في الطياره. المهم سيالنا صافي عدلت الباسبور، ما كانش عندي حتى الباسبور، عدلت باسبوري درنا الفيزا غادي نمشيو للكويت كاول دوله في الرحله ديالنا. هنا غادي نركب في الطياره، ثم في ديك الوقيته خدامه في كازا، وجدنا فاليزاتنا الحوايج اللي يمشيو يمشيو اللي ما يمشيوش يجلسوا، المهم واحد توجد شري جديد روح للسوق شري حوايج جداد. المهم داك السفر الاول اللي ما كتكون عارف والو، ما كتعرف حتى حاجه على لا المطار لا كيفاش تجمع حوايجك، لا كتجمع حوايجك بحال راك كتجمعهم غادي مسافر في الكار، كيما مولف تسافر في الكار ولا مولف تسافر في التران كتجمع حوايجك على اساس راك مسافر في هذا الشيء، لانك ما عمرك ما شفت المطار، ما عمرك ما درت رجلك في المطار. صافي جمعنا حوايجنا قلنا قادينا الحوايج جداد لبس كدا طق. اول غلط غادي نديرو يا اخواني وهو غادي نلبس كسوة كلاسيك شيك بحال غادي نفوت اونتروتيان بحال دابا حاليا. مهم يعني اول رحله من المغرب للكويت 6 السوايع، عاد ماشي 6 السوايع، اكثر من 6 السوايع، دابا حاليا رجعت 6 السوايع لان كان طياره ديريكت. اما في 2017 اللي راني نعاود لكم عليها ما كاينش رحله ديريكت من المغرب للكويت، ديما كتلقى ترانزيت، يعني غادي توقف في واحد البلاصه وغادي تشد طياره اخرى، يعني عندك جوج طياير يعني المده كتزاد. ما علينا هذاك الشيء ديال الترانزيت راني جايكم في قصه. دابا جمعنا حوايجنا غدا عندنا الفول اوكي، ولكن حنا عمرنا شفنا المطار، يعني كنشوفوه من برا وهذا، ولكن يعني ما عمرك دخلت وعرفت لداخل شنو كاين. شكون غادي تسول؟ واش مشيت نسول عمي جوجل وعمي يوتيوب، هادو هما انا بعدا ملي بديت نقرا ملي بديت هذا ملي بدا هاد يوتيوب وانا ديما حقرا عليه هو جوجل. صافي مشيت دخلت كيف تسافر، درت هكا كيف تسافر، دخلت كل واحد فاش تيقول راك عارفين بعدا الريسيرش بالعربيه هي غيا. وديك الوقيته جوجل زعما يوتيوب صافا مي ماشي عندنا في المغرب، خاصك تشوف بالفرنسي ولا بالانكلي. المهم مشيت واحد السيد مسكين بلونغلي بدا كيقول كاين تشيكين كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا. صافي انا بحال راني نقرا عرفتو، بديت شديت ستيل وغادي نبداو. التشيكين هو الاول، التشيكين هو اللي كيحطوا فيه الفاليزات، زيد مورها غادي تمشيو غادي يفتشوا الفاليزات، غادي تفوتوا واحد البلاصه فين يفتشوا الفاليزات، زيد. المهم قريت بنادم غادي باش يسافر باش يريح، انا القرايه ما كاينش، قيت ستيلو والورقة نشر نفهم كيفاش داكشي ومسافرة انا اختي. المهم صافي خدينا ايدي، ما بغيتش نمشي بحال داك اللي ما عارف والو غير كيمشي ويجي طايح هكا على ديك القضية ديال
المطار داليه نضنا بكرين عم سيدي روح دبر على الطاكسيات، راكو عارفين في كازا الطاكسيات كي دايرين، اللي يدي المطار تشطر مع هذا الدابز مع هذا، وانت لابس الطانو لابس الكلاسيك، مهم الطانو الدعوة مقادة في التالي، مهم تشطر وغاديين الكويت اون بليس. المهم ومن مور هاد الشي وصلنا للمطار صافي، كل شي داز مزيان، حطينا فاليزاتنا داك الشي، عطاونا لي بي ديالنا، هزينا حوايجنا طق طق طق. مهم رحنا حتى لهنا مزيانين، طالو بدا يدير خدمتو حتى لدابا، رحنا واخا هكداك متحملين. طالو عاد في الاحمر نعقل على راسي، الى لقيت التصويره غادي نديرها لكم هنايا، يمكن تكون في السناب. حقاش التليفون اللي كان عندي في 2017 محفر، راه مشى عندي داك الايفون 6 بلوس، مسكينه شحال عاش، عاش حتى 2023 غير العام اللي فات. المهم هذيك قصة اخرى، نبدا نحكي لكم قصة حياتي. المهم صافي دخلنا مشينا، انا صافي ما قديتش بالطاله لحقاش، وش المطار وبنادم 6 سوايع غير من لحقاش، كان عندنا من كازا لشو سميتها السعودية، عندنا يمكن شي 6 سوايع، ونزيدو من السعودية للكويت واحد الساعة ولا 2 سوايع بحال هكا. مهم مبقيتش عاقلة بزاف، لأن هاد الشي راه قلتلكم في 2017. صافي مشينا الطيارة الأولى مخيرة، صافي دخلنا، عندك التلفازة ديالك زعما، عندك التلفازة عندك فين تتفرج، عندك عطاونا واحد الوسايد وهذا، مهم داكشي واعر فغيمون. الطياره من كازا للسعوديه كانت مخيره. المهم صافي كنا ترونكيل كما كنقولوا في هذيك الطياره الاولى من كازا حتى السعوديه. ارانا وصلنا السعوديه تا 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 في 2017، هذا الشيء كنقول لكم. جالسين كنستناو في الترونزيت باش نطلعوا الطياره ديال من السعوديه للكويت، وكانت الطياره ديال السعوديه يعني ماشي ديال الكويتيه، السعوديه خاصه بالسعوديه. جا خونا قالنا ما تدخلوش هاد الطياره، ما غاديش تطلعوا لها. وانا بدا يخرج مني ديك المغربيه، ضرب دابا هما يهضروا بالسعوديه، في الاول بيت نهضر معاه شويه، وانا ما كنعرفش، انا فريمون انسانه ما كتعرفش تهضر، بدا سيرتو في ديك الوقيته شويه، دابا كنحاول، ولكن في هذيك الوقيته ما عنديش مع اللغات الاخرين، انسانه ما عندهاش مع اللغات الاخرين، تهضر معها المغربيه تهضر معاك، من غير المغربيه ما غاديش تعرف تكومونيكي معاك. وبدا خونا يهضر معايا، قال لك اسيدي ما غاديش تدخلوا. قلت له استهدى علينا هنايا، حنا رحنا اول مره نجيو في هاد الطياير، وثانيا علاش اسيدي حنا ما ندخلوش، مالك فاش شت فينا شعرنا زعما هكا، لحقاش شوشه كتشوف فاش كتجي لديك الطياره ديال السعوديه. الله يخليك الطياره ديال السعوديه فاش دخلت لها، مهم غادي عاد نجيكم لهذا فاش دخلت، خليونا في الاول. المهم قال لك السيد ما راكوش لابسين مزيان. علاش ما لابسينش مزيان؟ اختي لابسه الجيبا ولابسه البوتيو طويل، يعني كل شيء مغطي، كل شيء راه هنايا الكول كذا، الجيبا هكذا والبوت. يا الكاسيدي هما في السعوديه عندهم ممنوع المراه تلبس الجيبا، علاش اسيدي ممنوع تلبس الجيبا وممنوع تدخل لهذيك الطياره اللي ديال السعوديه؟ يعني ما فهمتش. مهم قلت له واش بغيتنا نديرو؟ قلت له فاليزاتنا صيفطناهم ما عندناش لا كس ولا والو، ودرك واش بغيتنا نديرو؟ قال لك دبروا راسكم. مهم مشيت جلست هكا، ما بغاش، المهم عينا معاه، وانا بدا يطلع لي الدم. صافي مشيت جلست واحد الوقيته بحال هكا، وبديت لقيت واحد المغربيه حدايا وبديت نهضر معاها، قلت لها اختي هاد السيده انا ما فهمتش، حنا جايين، حنا جينا من المغرب للسعوديه نورمال، مي وصلنا هنا باش نمشيو للكويت، ناض هاد لي الروينه. ناض قالت لنا غير شوفوا شي سربيتها ولا شي حاجه وديروها. قلت لها راه سربيتها بحالها بحال الجيبه، غير زعما الجيبه شويه قصيره، وقلت لها بليس راه لابسه البوط كيفاش؟ قالت لي لا هما ما يبغيوش، وحتى ملي تكونوا لابسين السروال خص تلبسوا الطويل باش تطلع للطياره. ما فهمتش علاش، مهم في شكل جاتني انا في ديك الوقيته. صافي المهم مشيت عنده قلت له شوف حنا راه خصنا نطلعوا، راه ما يمكنش، راه اصلا فاليزاتنا مشاو، راهم غادي يمشيو للكويت، واش فاليزاتنا يوصلوا وحنا ما نوصلوش؟ راه ما يمكنش. ناض السيد قال لي واخا واخا استني استني. صافي تما قلبتها معاه مغربيه، ما بقيتش نحاول نتفاهم معاه، ولكن قلبتها مغربيه، هو ما فهم والو في ديك المغربيه، قال ارا نفوت هاد الخنت باش نتهنى بهاد اللغه مانيش فاهمها. مهم لحقاش بنت له ماشي عربيه، كتبان لهم ماشي عربيه المغربيه، ما فهمتش علاش يقول لك تحدث بالعربيه، راه حنا زعما ما فهمتش. مهم ما علينا في اللغه، قال لك اسيدي استني استني هنا واحد شويه. وين استنينا؟ جاب لنا فوطه.
نوض. المهم شديت ديك شديت ديك فوطه ولا كاشه والله ما عقلت. المهم قال لك حطوها عليكم انتم راكم معريين. لا سيدي شكرا على السبان عمرو، لا عرفت شت وجهي في هذه السعوديه. ها تفلي في كمارتي. قلت له هذه اخر مره نركب معاكم. زيد دخلت لك الطياره، ماذا ارى وماذا ارى في تلك الطائره؟ انني ارى صفا بالاسود وصفا بالابيض. مهم الرجال لابسين دوك العبايات ديالهم ودوك الرزات، ونسا لابسين الكحل طق هنا. ايه قبل يا ربي ما ندخلوا الطياره صافي قالنا واش غديروها واش غديروا. وقبلها واحد المراه حدايا ما عرفتش كانت تشيش ولا ما فهمتش، دايره لها هكا ودايره ديك هكا واش تشيش لتحت. المهم ما فهمت والو، القهوه تشربها من التحت، الكتب تقراهم من التحت، المهم كلشي يفوت في هذاك هكا الخيمه. المهم مانيش عارفه ما فهمت والو. انا بعدا في هذيك اللحظه كنت معصبه وكانت هي حدايا بحال تخلطوا عليا المشاعر. ما فهمتش راسي واش خصني ندير في هذيك اللحظه. المهم كنت معصبه والعينين. المهم خلينا بهذا الشيء نفوتوا الموضوع اخر. المهم دخلت لديك الطياره بلي بنادم نص كحل نص ابيض، ولا ستر كحل وستر ابيض، يعني المراه مع راجلها وهكا ستاره كحل مع ستاره بويض هكا. راه ما رانيش ما لقيتش تما بزاف الناس اللي هكا بحال داك الشيء. تما عاد فهمت علاش السيد قالنا نتوما راكو في شكل، لان فعلا في الطائره ديال السعوديه حسيت راسي في شكل. المهم صافي دخلت جات بلاصتنا. دوك الطيار كانت دوك الطيار الصغار اللي فيهم غير جوج، وهذا اللي نقول لكم اول رحله ديالي. تخيلوا معايا غادي نحكي لكم درك القضيه اللي صرات. دخلنا جلست حدا السرجم، اختي جلست حدايا، عطا لها هذيك الكاشه زعما قال لي انت معليش راكي لابسه السروال وراه مدار لك شويه ماشي مشكل، انا زعما فت شويه. المهم انا صافي غلب عليا النعاس بالعيا بداك الطالون اللي مشيت لبسته، زعما دايره فيها راني ما عارفين غاديه. المهم صافي جلست هكا صافي بدا صافي وكرهت بحال دار كرهني هذاك السيد بين دار ديك اللقطه بحال كرهت صافي ما عجبنيش الحال ما نرضاوش زعما ني فرك عارفين وجه هذا صافي. المهم جلست هكا ونعست شويه، بديت نعس هكا شويه صافي الطياره قلعت. انا بداك العيا راني غاديه هكا واحد شويه نحس الطياره تهزت صافي. انا بدا يدخلني شويه الشك، قلت هاد الطياره واش كاين؟ قلت لا لا ما يمكنش اول رحله ديالي غادي شي حاجه تصرى، ما يمكنش. منانو كان اصلا خواف بالطياره وتصرى له شي حاجه في اول رحله. وبقيت نقول في خاطري ويلي وبعدا درك الا وقعت شي حاجه غادي نموت وسط الكحل والبيض والله بنادم ما تجي باين. مهم يعني باين انت النار من يكونوا تريتي وطق خرق انت هنا باين والهيها باين. مهم خلينا في هذا الموضوع صافي. درت هكا قلت لا ما يمكنش ماشي هذه هي النهايه لا يمكن صافي. وليت درت في اختي بحال هكا، هي ما كتخافش الطياره مكوراجي عليا، انا درت فيها بحال هكا هي ما شتها ما مسوقاش، وانا قلت راه غير انا عندي دوك الشكوك الدائمه كما العاده. صافي وليت نعست طق، وتجي واحد التحريكه ديال الطياره يا خوتي نط مخلوعه، نط هكا هكا قسما بالله الا نط صافي. قلت صافي هذه هي الموت وسط الكحل والبيض، الناس غاديه للجنه وانا هكا غاديه للنار. قال لك بعدا زاد هذاك شكني في الباب صافي، قال بحال طبع لي هذاك هو طبع في فين غادي يكون الواحد فين يفوت وطلع حرام دار لنا. المهم خليني ساكته نط هكا مخلوعه وهو يهضر هذاك، انا ما سمعتوش واش قال، ما حاولتش نسمع واش قال، غير سمعته بدا يهضر صافي. بلا ما نقول لكم الشعور الذي كان في هذيك اللحظه، واحد الشعور ما تقدرش توصفه صافي. كاع القران اللي حفظته ملي كنت في التحضيري ولا ملي كنت نمشي للجامع من كنت صغيره قريته في هذيك اللحظه، لان صافي الطياره فريمون كانت كتحرك بزاف راكو عارفين، وانا عاد غادي تشرحوا لي من بعد. المهم تخلعت، اختي شافتني هكا تخلعت بدات قالت لي لا لا راه هو قال غير الاخر، غير راه حنا فايتين بدوك عندهم تما دوك العواصف بزاف ديال العجاج كيكون سورتو في الكويت والسعوديه. قالك احنا فاتين منهم راهم كاينين بزاف، داكشي علاش الطياره راه تحرك هكا، ومع ان بما ان الطياره صغيره كتحرك بزاف.
انا يا عقلي كان مرفوع، ما كنتش قاعد نسمع لهذاك السيد وش كان يقول. كترت ما في راسي ديجا بنادم خايف عنده واحد الخوف قبل، صافي راسي ترفعت. تا اختي بقات تقولي لا لا راه غير كذا كذا كذا، وانا ندور ونلقى غير الكحل. قسما بالله الا هادي والله ما كان كذب عليكم، الا درت كنلقى بنادم يقرا قران، واحد المراه مورايا هذيك هي اللي تركبت فيا السكر. المهم بالجهد والرجال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. درت فيهم حركة وبقيت نقول لي عاودت إلا سلكتني يا ربي وعاودت وليت لهاد السعودية هاد الكمارة دفلوا عليها. بقيت نشوف فيهم حركة، بقيت نقول لهم الله ياخذ فيكم الحق على هاد الخلعة اللي درتو فيا، على هاد الحالة اللي درتو فيا في هاد أول سفر ديالي. صافي وصلنا، شتو مين وصلنا؟ بقيت نقول بغيت نمشي غير نعس، ركابيه ما بقاوش هادزيني، بغيت نمشي غير نعس. مهم دوك الناس اللي كانوا في ديك الطياره لحد الان اخوتي سمحوا لي، ولكن ما كانش خصني نركب معاكم، سيرتو دوك اللي كانوا مورايا. ديك الحاله فزعتوني، واش بغيتو تنتقموا بيا من ما دايرهش الخمار ولا من ما كنا لابسين؟ وكل الله الا كنت لابسه مستور قسما بالله الا السروال ولا فيست هكا طويله، يعني ساترين راسنا، ماشي ما دايرينش الحجاب، ولكن ماشي كاع ديك الخلعه ديروا فينا اخوتي، ديروها في شي واحد قابري والله لا سلمها. المهم وصلت للكويت، خلاصه القول في اول سفر ديالي، والكويت دوله رائعه وزينه وفيها ما يتشاف، وكانت من اجمل السفريات اللي درت. من كثرت ما كانت سفريه زوينه كنت نسيت هاد الاستوار هادي ديال الطياره، حتى دابا بديت نعاود لكم وتفكرت هذوك الاجواء ديال فاش بديت نقرا قران حتى انا. يا مهم شفت هذوك كل شيء يقرا قران والله اكبر وكذا، حتى انا بديت نقرا قران، شفتهم يقرا قران بدينا كاملين كلش قران اللي حفظناه كامل عرضناه الحمد لله، كنا بعد حافظين شي صور. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى تشتركوا في القناه هي اساس كل شيء، وديروا لايك وما تنساوش لي كومونتير ديالكم ديما كيلقاو سان في بليزير باش نقرا لي كومونتير ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديده.